هذا؟ لماذا قمت بارتكاب تلك الجريمة البشعة؟ لماذا تفعل شيئا لن أغفره لك؟ لماذا؟ 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 ولماذا ما زلت أحبك حتى الآن؟ لماذا؟ أشكركما على مرافقتنا، لقد كانت ليلة رائعة. أشعر بالتعب وسأذهب لأستريح. دييغو، أليخاندرو، تصبحين على خير يا المدينة، أحلاما سعيدة. شكرا، إلى اللقاء، سألحق بك حالا. كما تحبين، اسمحوا لي. تصبحين على خير. أنا بالخارج. حسنا يا أبي. أنسة إزميرالدا، طب مساؤك يا سيد أليخاندرو. سأتي حالا، أعرف أن الوقت متأخر، ولكن أود أن أطلب الخروج معك غدا، ما رأيك؟ أنا موافقة. هل تعرف يا حبيبي، هذه ستكون أول مرة نكون معا دون أن نخاف. دييغو، يا لها من مفاجأة. عرفت أنك اليوم بارست القائد مونتيرو، يبدو أنك هزمته. لا تتخيل مدى سعادتي. أجل، ولكن ألم تصل إلى مسامعك أحدث الأخبار؟ أحدث الأخبار؟ لا، ما الذي حدث؟ هيا يا دييغو، سأخبرها أنا. إلى اللقاء، أراك غدا. أين كنت طوال اليوم؟ لست ملزمة بأن أجيبك. هل تخبرينني بما حدث؟ قام أبي بإلغاء المبارزة في الصباح، وقرر أن يسحب كلمته التي أعطاها لمونتيرو، ووافق على زواجي بدييغو، وتمت خطبتنا. رائع، يا لها من مفاجأة جميلة. كيف استطعت أن تقنعيه؟ من المؤكد أنك قمت بإحدى ألاعيبك لتجعلي أبي يتراجع عن وعد قطعة. لا توجد أي ألعاب يا ماريا أنجل، أنا لست ملزمة بأن أفسر لك، والآن سأذهب إلى غرفتي لأنام. لا تفرحي كثيرا لأن أبي قرر أن يزوجك دييغو دي لا فيغا، فمن الواضح أنه أجبر على هذا. لابد أن السبب هو الشيء أو شخص، وسأعرفه. ما الذي فعلته؟ ما الذي فعلته بك يا ماريا بيا؟ كيف سمحت لنفسي بإهانتك هكذا؟ سامحيني، أرجوك أن تسامحيني يا حبيبتي، أنا لا أستحق حبك، بل أستحق منك كل الاحتقار، ولكنني أحبك. ماذا يمكن أن أفعل مع هذا الحب اللعين يا ماريا بيا؟ الرب الذي تؤمنين جدا برحمته، اطلبي منه أن يرحمنا معا، ليته يخلصني بالموت لأنني ظهرت خسيسا أمامك. ضيعت اليوم أي ذرة احترام كنت تكنينها لي، وأعرف أني سأعذبك. أعرف جيدا أنني سأؤذيك وسأعذبك بشدة.